يشد الضوء انه الاعتداء الارهابي اللي صار ببوركينا فاسو راح ضحيته شخصين لبنانيه. ثاني خبر هو عن هناء حمود الصبيه اللي انصابت برصاص طايش باحد الاعراس بحوش الحريمه وللاسف توفت. وثالث خبر هو عن بطاقات بطوله اسيا لكره السله. من هلا وبالطالع ما بقى فيكم تحجزوا المقعد بلا ما تدفعوا حقه دغري، والسبب لاتخاذ هذا الاجراء هو انه كان في كثير ناس عم تحجز مقاعد وما عم ترجع تدفع حقها وما عم تنزل على الملعب. عمره 21 سنة، طالب جامعية متفوقة بالسنة الأخيرة لإله، ناشطة اجتماعية، بغمضة عين خسرناها.